لدينا زراعه مائيه في داخل المشتل. يقوم الشباب هنا العاملون في مشتل مديريه بيت القضاء سوق الشيوخ بتهيئه الامور اللازمه لاستكمال الزراعه المائيه حسب الموسم. واقعا كما ترون الان اعمال تكاثر جاريه على قدم وساق، تكاثر شتلات الدفله والجاريزيا والقطب الساحلي تكاد تكون بالالاف، وهذا يعني في الحقيقة هو واقع مدينة يحتاج إلى مثل هذه الحملات الخاصة بالتشجير في الجزرات الوسطية وفي حدائق مديرية بلدية قضاء سوق الشيوخ. الشباب يعملون ليل مع نهار واقعا لاستكمال هذه الإجراءات ولاستكمال الخطة الربيعية إن شاء الله. قامت بلدية قضاء سوق الشيوخ قسم الحدائق بإنشاء منظومة الزراعة المائية. هذه المنظومة تتكون مثل ما تشوفون أنه عبارة عن أنابيب، هذه الأنابيب تحتوي على محلول مغذي، يدخل المحلول المغذي عن طريق هذا الأنبوب ويغذي جميع جذور النظام. نظام الزراعة المائية طبعا هو عبارة عن سويلس بدون تربة، يستفاد منه النبات جذور النبات عن طريق المحلول المغذي. هذا المحلول المغذي يصل إلى النبات عن طريق خزان، هذا الخزان يحتوي على محلول مغذي، والمحلول المغذي يتكون من جميع العناصر الغذائية اللي هي العناصر الكبرى والعناصر الصغرى التي يحتاجها النبات في حياته اليومية.